السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين والصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. معكم وصفات امي ام ناجحه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي رائعه، بلا ما تتعبوا فيها، ما تطوي ما تلوي، احسن من الكرواسون واحسن من البتي بان. كيجي واحد البريوش اللي غزال وهائل، نتمنى انكم تجربوا وان شاء الله وتخليوا لي في التعليق ديالكم كيفاش جاكم هذا البريوش اللي كيجي خفيف وقطني، ويعني وخايبات لا غد ليه كيبقى رطب وهشيش وغزال. ندوزو نتعرفوا على المكونات والطريقه ان شاء الله. بالنسبه للمكونات، هنايا انا دفيت واحد الكاس ديال الحليب. القياس ديال كاس الحليب كيما كتشوفوا الكاس ديال العنبه، ولا بالملي 150 مللتر. المهم دائما كنحاول نعطيكم حتى بالملي، واللي ما عندوش كاس العنبه ولا الاخر يعرف، اللي ما كيعرفش القياس ديالو بالملي يعرفه. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ولا الخميره الفوريه. المهم بديت كنحرك فيها تدوب ليا داك الخميره. غادي نضيف لهم واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال السكر سنيده. هنا بالنسبه للحلاوه البنات، اللي بغيتو ديروا بغيتو البريوش ديالكم يجي هكا حلو شويه، تقدروا ديروا جوج ديال المعالق. المهم انا اكتفيت غير بمعلقه باركه علينا من الحلاوه. غادي نضيف لهم واحد الربع كاس ديال الزيت بنفس الكاس يعني ديال العنبه، اللي كيعادل 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال الزيت النباتيه. كنحاول نعطيكم يعني ما بالكاس وبالمعلقه باش ما بغيتو نتوما تعبروا. غادي نحتاج لواحد البياض بيضه، والصفر غادي نخليه ان شاء الله باش غادي ندهن به البريوش ديالي في الاخر. صافي، كيف ما شفتوا المكونات راهم بسيطه، راها يعني ما فيهاش البريوش ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات ومكونات كثيره. ونضيف واحد الراس معلقه هكا ديال الملحه باش كتجي البريوش باش البريوش اللي كيجي معايا بنين ولذيذ. بالنسبه للدقيق، غادي نحتاج هنا انا غربلت 3 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين مزيان، هما اللي غربلت، وما غاديش نضيفهم يعني في مره واحده، غادي نضيفهم بالتدريج حتى نحصل على القوام اللي بغينا. ضفت الكاس الاول، خلطته هكا بالفويه كما كتشوف. هاد العمليه راها كتسهل علينا فاش كنبغيو، دائما كنديرها معكم، كتسهل علينا فاش كنبغي يعني نجمع العجينه ديالي، كتجمع بسهوله معايا، ما كنتعذبش فيها، ما كيكونوش داك يعني داك الكويرات في العجينه ولا، غير كنجمعها هكا بكل بساطه. غير كنحاول يعني نقطعها من ديك الدقيق ما يبقاش فيها، ما كنبذلش فيها شي مجهود نهائيا. صافيت، كيف ما شفتوا 3 ديال الكيسان اللي عبرت هما اللي احتاجيت في هاد العجينه. بالنسبه لكم يعني انا تقدروا ديروا قل ولا اكثر على حساب النوعيه ديال الدقيق. المهم كتبقاو كتضيفوا الدقيق بالتدريج حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي رخوه ورطبه وما كتلصقش في اليدين كيف ما كتشوفوها هكا، يعني كتكون العجينه رطبه. غادي نغطيها ونخليها تخمر على راحتها. كيف ما شفتوا عطيتها حقها في الخمير، الخمير ضروري في البريوش، يعني العجينه اللي غديروا بها البريوش ضروري تخمر مزيان، وهذا سر من الاسرار نجاح هاد يعني هاد البريوشات وهاد الكرواسون وهاد الشيء كله، خص العجينه تكون خامره مزيان. كيف ما شفتوا غادي نبدا كنكور فيها. هنا غادي نقسمها لسبعة ديال الكويرات بالضبط كيف ما شفتوا، حاولت نقادهم هكا يعني باش يجيوني متساويين شيئا ما. صافي، وغادي نبداو دابا كنشكلوهم بواحد الطريقه اللي بسيطه سهله. الا شفتوا بان العجينه بدات كتلصق معكم، ولا غادي تستعملوا بشويه ديال الزيت هكا دهنوا يديكم. صافي، تبداو كتبسطوا هاد الكويرات هكا غير بيدينا، ما غادي نستعملوا حتى شي حاجه اخرى، كنبسطوها غير باليد. صافي، ومن بعد كنبداو كندوروها كيف ما كتشوفوا، كنلويو العجينه ديالنا على شكل باغيت كيف ما كتشوفوا. صافي، وكنبداك يعني كنثبت ديك العجينه على بعضياتها كيف ما شفتوا، طريقه سهله وبسيطه، وهكا ونحربلها بهذا الشكل هذا. هذه هي الطريقه ديال التشكيل، يعني سهله بزاف بزاف، ما يعني ما تضربوش فيها نهائيا شي تماره، ولا بسيطه بزاف، ما تبقاو كطويو وما تكورو ما والو، الطريقه اللي ساهله كما كتشوفوا. راني عاودت معكم وحده اخرى. صافي، كنحربلها وكنكمل الكميه اللي عندي كلها، وكنحطها مباشره في الطاوله اللي غادي تدخل ليا الفران. بعد ما ساليتهم هانتوما كتشوفوا، غادي نجيب شي موس اللي يكون ماضي
ولا هكا كيف ما شفتوني عندي هاد الجليد، وغادي نبدا كنشرط يعني الشريطات اللي يكونوا ولا فتيحات اللي يكونوا داخلين بزاف، يعني ماشي غير من الفوق هكا، وانما غادي يكونوا غامقين يعني داخلين كيف ما كتشوفوا هكا في الصورة، لان عندنا الغرض بديك الفتيحات يكونوا هكا يعني يكونوا داخلين حفيرات، يكونوا هكا داخلين. غادي نغطيهم بالبلاستيكه ونخليهم يخمروا، وندوزو للكريمه ديالنا ان شاء الله اللي غادي نحتاجوا فيها واحد الكاس ديال الحليب، غادي نحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، وغادي نحتاج لواحد المعلقه ديال الكريم باتيسير. صافي، وغادي نخلط هاد العناصر يعني مع بعضياتهم ونديرها فوق النار، يعني الطريقه المعروفه ديال الكريمه حتى كتعقد ليا. من قبل غادي نزيد ليها واحد الصرشيه ديال الفاني باش كتنسم وكتجيني زوينه. صافي، وانا ما كنحيدش يدي يعني من التحرك حتى كتعقد، باش ما تخليوهاش تلصق لكم في الكاسرونه ولا تحرق ويرجع المذاق ديالها ما زوينش، بقاو تحضيو معاها. صافي، راه دغيا كيتعقد لينا، صافي غادي نخويها هكا في واحد السلافه وغادي نخليها تبرد على جناب بما في الوقت اللي راه كيخمر ليا البريوش ديالي. نحاول نغطيها هكا بواحد البلاستيكه باش ما ديرش ليا ديك القشره. بغيتو تدخلوها للثلاجه بغيتو تخليوها غير هكا، راها كتبرد. هالبريوش ديالنا كيف ما شفتو تضاعف الحجم ديالو، يعني خمر مزيان. ديما كنأكد على هاد القضيه، خليو البريوش يخمر مزيان مزيان باش يجي ناجح معاكم. عندك صفر البيض اللي خليت في الاول، ضفت ليهم واحد شويه واحد القطرات ديال الحليب بهم باش غادي ندهن البريوش ديالي، وغير بشويه باش ما يهبطش لينا البريوش. يعني حنا كندهنو وبشويه، يعني ماشي يعني نفورسيو على الشيتا باش ما يهبطش لينا البريوش. صافي، كنستمر حتى كندهن كلشي هذيك الكميه اللي عندي، وندوز دابا الكريمه ديالي. بعد راه ما بردت غادي نعاود نخلطها، غادي نخلطها غير بالفورشيت مزيان. صافي، وغادي نديرها في واحد البلاستيكه وبها باش غادي نعمر هذوك الفتيحات اللي كتشوفوا، اللي قلت لكم ديك الفتيحات خصهم يكونوا غارقين. يعني علاش قلتها لكم في الاول، يعني ملي تشرطوا بالموس تخليهم غارقين، هذوك الحفيرات فيهم فاش غادي نعمروا هذا الكريم باتيسير. صافي، كيف ما شفتوا غادي نبدا كنعمر في هذيك الحفيرات، كنعمرهم مزيان. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيجي بنين البنات، هاد البريوش كيجي بنين، كيجي رائع. مستمرت حتى كملت الكميه اللي عندي، خديت انا واحد شويه ديال كاوكاو عندي ديجا مهرمش، بديت كنزين به، هادو يعني اختياريين. وشعلت الفران من التحت ومن الفوق، في الاول تسخن الفران على درجه ديال الحراره 180، مني دخلت البريوش ديالي طفيت الفوق وخليت غير التحت حتى يعني بدات كيتحمروا البريوش، بداو كيتحمروا ليا، عاد شعلت عليهم من الفوق كملوا التحمار ديالهم، وكان هذا هو الشكل ديالهم. راهم كيجيو غزلان، كيجيو فنين، نتمنى انكم تجربوهم. وكيف ما ديما عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم واللايكات ديالكم، وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.